مضمونه الحقيقي هو صفقة. والدليل على ذلك انه لا يكاد الزواج يتم اليوم حتى ينتهي بعد اسبوع او بعد اسبوعين او بعد ثلاثة او بعد 3 أشهر. هذه المطربة التونسية تزوجت بطل المذبحة في اخر اغسطس الماضي وانتهى كل شيء الان. قدر ذكرى انها تقع في انسان زي ده، انسان صعب، انسان صعب التعامل معاه، انسان صعب انك تعاشره، قدرها. لكن هي كانت لاخر وقت اعتقد انها كانت مصره، يعني زي ما اصحابها كتير قالوا، القريبين منها قالوا انها مصره على استمرار هذه الزيجه وهذه العشره، وحاولت على قد ما تقدر انها تغير في الانسان اللي بتحبه ده، لكن القدر لا امهله ولا امهلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان له راي اخر في الموضوع. الاستنتاج اللي انا خرجت بيه من هذا انه التحالف اللي بيتم بين رجال، بين المال حين يفسد في ايد رجال الاعمال، وبين الفن حين يتحول الى مجرد واحده بتسعى الى الشهره او بتسعى الى انه يبقى فيها نوع من التامين في حياتها بغض النظر عن قيمه الفن اللي بتقدمه، هذا التحالف اوجد هذه الصيغه واوجد هذه الماساه اللي انتهت بانه خمس اشخاص ماتوا فيها، 4 أشخاص ماتوا فيها بمنتهى البساطه وفي لحظات. ذكرى فنانه من الدرجه الاولى، وللاسف انا بقول الكلام ده لان اللي كتب على لسان بعض الصحفيين اللي اساءوا لكيان ذكرى او لقدر ذكرى ده، انا بعتبره اساءة لكل الفنانين في العالم العربي كله، لان ذكرى معروف عنها ان سيده بتحب البيت جدا، ما بتحبش تخرج، بالعكس بتتاثر جدا باي حد يعني يقع عليه ظلم، بتبكي زي الاطفال. عرفتش انها كانت مطربه مشهوره، وبعدين واضح ان هي دخلت اخرى في علاقات، سلسله من العلاقات اللي قبل كده وبعد كده اللي جعلها يعني لا ماهيش يعني ما تخليش الواحد يحترم لا فنها ولا يحترمها هي كشخص يعني. وبعدين في حقيقه الامر هو انها خدت اكبر من حجمها. انا لم اقرا حتى هذه اللحظه اعتراضا من اي مؤسسه دينيه على هذا النوع من الزواج الذي نعلم جميعا انه ليس زواجا، ليس زواجا، شراء لا يختلف عن اي شكل اخر من اشكال شراء الجسد وبيع والتجاره في الرقيق الابيض. لا طبعا ده نصيب، وانا لو الاقي مصلحتي كفنانه مع انسان رجل اعمال او غير رجل اعمال حبيته، وانا هقعد انقي بقى ده هحب مين، ده القلب وما يريد، يعني دي ملهاش علاقه خالص بحكايه رجل اعمال او يعني الواحد ما بينقيش بيحب مين. الفرص التي اعطيت لهؤلاء السيدات اللائي سمحت كل منهن لنفسها انها تبيع نفسها لهذا الرجل الغني، ما الذي اعطي يعني ما الذي اعطته مؤسسات الدوله لكي يتحول هؤلاء الى نجوم مشهورين؟ استاذه ألفة، زي ما سمعتي هو طبعا كلام الكاتبين الكبيرين الاستاذ سلامه احمد سلامه واحمد عبد المعطي حجازي ربما فيه بعض القسوه، لكن البعض ممكن يقول هي قسوه مطلوبه لانه مش هنستيقظ كل شويه على مذبحه شبيهه بمذبحه الزمالك. الحقيقه انا اشعر باذى نفسي شديد، واشعر ب يعني باني مستاءة لاني استمع الى اراء من كتاب كبار تتلمذنا على ايديهم وما زلنا نحترمهم، انه مش اعتراضي واذايا ليس على التحليل، تحلل كيفما اردت، حلل الظاهره حل، لكن هناك انطلاق لابد من معلومه، حد ادنى من المعلومه، اطلاق الاراء والقيم العامه بشكل عام وبدون تبين هذا مضر للمجتمع، لان المجتمع
يجري وراء مثل هذه يعني هذا إثارة للرأي العام. هناك معلومات غير حقيقية جاءت ليست فقط يعني بالنسبة للأساتذة اللي استمعنا إليهم، لا أنا قرأت أيضا لكتاب كبار نحترمهم وأحترمهم جدا واستغربت كيف صدر منهم مثل هذه الكتابات. إيه اللي سبب لك ألم من هذا الكلام؟ سبب لي ألم مثلا أنه هناك سوء فهم لثقافتي مثلا كتونسية، حد أدنى أنه يسأل قبل أن يكتب. مثلا هناك الكثيرون الذين استاءوا من البلاغ الرئاسي الذي صدر من الرئاسة التونسية فور صناع. ده هنتكلم فيه بعدين يا وزارة، بس خلينا في هذه الواقع. هل أنت ضد طبعا ما قيل من أنه مثل هذا الزواج وأشبه بصفقة بيع، وهو بعض من تحدثوا لا يتعاطفوا مع كافة الأطراف؟ هذه يعني علاقات خاصة وشخصية. نحن نتكلم، لماذا نتكلم بشكل عام؟ هذه ثنائية زوجين، شخصيات عامة، كونهم شخصيات عامة أصبحوا مجال لحديثنا بعد أن حدثت الحادثة. لكن بتحدث في البيوت وبين المتزوجين آلاف العراك والخناقات واليومية، ربما بعضها يسبب حوادث من هذا النوع لا نستمع إليها، ولكن الذي وضع المجهر على هذه الحادثة أنهما الاثنان شخصيتان عامتان ومشهورتان، وواحدة شخصية عربية تونسية والآخر شخصية. لا ألفة، الأهم من ده طبعا الناس بتتكلم عن أنه فلوس البنوك، يعني الشخص ربما يحب ويتزوج، لكن بعض الناس هتقول لك ده بيحبه بفلوسنا وبيتجوزه بفلوسنا. هناك اعتراض، انا الحقيقه هناك ايضا اعتراضات على هذا الكلام الذي استمعت اليه حول فلوس البنوك وحول باعتباري رجل عام. لا خلينا بعيد عن فلوس البنوك، انتهينا. اولا الاسره حسب ما اعلم، اسره السويدي اسره معروفه ومشهوره ولم تكون اموالها بالبنوك. يعني ربما ايمن السويدي شخصيا تورط في بعض الديون، لكن الأسرة ككل أنتم تدركون أكثر مني وتعلمون أنها أسرة صناعية بدأت عملت ثروتها من قديم الزمان، وتوارثوا المال، لهم الأراضي في محافظة الشرقية ولهم. فلماذا نقول أنه يعني أنت مش موافقة على أنه ده تحالف بين فساد مال وفساد فن؟ أنا لا أوافق على تعميم الكلام، أنا دائما ضد التعميم. نتكلم ظاهرة نتكلم حق، يعني مثل لا يمكن. ومن خلال هناك بعض الفنانين وهناك بعض رجال الأعمال اللي فعلا ينطبق عليهم هذا الكلام، لكن هناك الآخرون اللي يذهبون في الأرجل. الآن هناك حملة ممكن يعني في وسط المجتمع على هؤلاء أيضا يفتحون أبواب. يعني من خلال معلوماتك كتونسية شايفة أنه تعبير صفقة بيع ده لا ينطبق على المغنية ذكرى وعلاقتها؟ تخيلوا أنه بالصدفة البحتة هذا لا ينطبق على ذكرى. لماذا؟ لأن ذكرى لما تزوجت من هذا الشخص لم تكتب لا مقدم ولا مؤخر صداقة، وكل الذين كتبوا حتى في الجرائد الذين استمعنا إليهم والذين قرأنا لهم من شهادات ويعرفون الشخصين قالوا أن حتى مصروفاتها الشخصية هذه البني أدمى كانت تدفعها من جيبها، وهذا كان عامل آخر لاستفزاز في العلاقة، لأنه هو تعود على نمط معين، النمط الذي يأخذ، لم يرى مثل هذا النموذج في زيجاته السابقة. يعني كانت تنفق على نفسها، لها بيت الكل نعرفه يعني أو أصبحنا نعرفه في منطقة راقية، هي منطقة المهندسين في شارع راقي. هذا البيت موجود من قبل زيجة أيمن سويد، ولم تكن قد تزوجت من قبل يعني. أيضا معروفة في تونس يعني سنوات، اشتهرت، ربما لم تسمعوا عنها في مصر قبل ذلك، لكنها اشتهرت وكانت تقيم حفلات في قرطاج بمفردها لسنوات. يعني محاولة التقليل من شأنها زي ما قال البعض. أنا ضد، وأيضا سمعت كلمة أيضا في الصحافة وفي قرأتها استفزتني بشدة على في قلم أحد الكتاب الكبار، أنها الآن اكتشفنا يعني وتكدت بسخرية أنها أم كلثوم تونس. لا يا سيدي، هي ليست أم كلثوم تونس، ولكن لا يمكن أيضا أن نقلل منها. يعني هي ليست نكرة في تونس، وأيضا ليست نكرة في كل الدول العربية، وإن كان نحن في مصر هناك اكتفاء ذاتي واستهلاك ذاتي فقط لأخبارنا لا نتفتح. طب سيادة اللواء، هل بعد كل ما سمعته بتصف ولا زلت مصمم على أن مثل هذه الزيجات هي صفقات؟ يقينا، يعني يقين. أنا بقول لك دي حقيقة. طب
طب خلينا عند يقينا، نبعد عن العواطف، خلينا عند يقينا وهنكمل العواطف هنكمل عشان عندنا فاصل. سيدي انا لم اتحدث بشكل عاطفي، انا ذكرى لا اعرفها الا باعتبارها واحده من الجاليه التونسيه. انا ما سمعتش اسم ذكرى ده شخصيا الا لما جرايد يوم الحادثه. ثقافتك الفنيه مشكلتك، ثقافتك الفنيه مشكلتك. ربما ده مشكلتك. انا صحفيه كانت بتصرف على نفسها، فين بقى اذا كان هي ما بتعرفش، هي كانت ما تعرفهاش، هي جابت منين انها بتصرف على نفسها؟ كل اصدقائها قالوا كل اصدقائها، ما كله دلوقتي ده دلوقتي هنطلعها الشيخه، عقد الزواج موجود يعني ونشر على فكره. عقد الزواج مفيش ما يثبت ان هو اشترى لها. خلاص اعملوا لها مقام، مفيش ما يثبت انه اشترى لها، اعملوا لها مقام. هو العقد الزواج العرفي عربية. يا استاذ ثروت، العقد الزواج العرفي بيكتب فيه الكلام ده؟ طيب يا استاذ ثروت يا عبد الشهيد يا راجل افهم يا فندم. اي بس هل هذا العقد العرفي بيتكلم عليه هذا الكلام؟ لا احنا خلاص نعمل لها مقام بقى والناس تزور. سيدي ممكن تستمع خلاص علي بقى، ما احنا كده معلومة ما هو دائما لما الانسان يموت على طول العاطفه الجياشه تطلع وننسى الحقائق ونتكلم نقول الكلام. بالنسبه لي عقد الزواج العرفي، انا ساقول لكم معلومه صحيحه وقد تقتنعون بها وقد لا تقتنعون. بس في نص هذا العقد عقد الزواج كتب لم يكن عرفيا، كتب الساعة السابعة صباحا بطريقتهم، هما بيسهروا فالساعة السابعة صباحا في ذات يوم في شهر أغسطس، ولما جاء الشهود والشيخ يكتب عقد القران اكتشفوا أن إقامتها منتهية. فعملوا ماذا؟ عملوا بنصيحة أحد المحامين اللي هو محامي بتاعها، عملوا صحة توقيع في المحكمة كأي عقد لشقة مشهر حتى لا يعاد عقد الزواج، ما يعملوش عقدين حتى لا يعتبر هذا العقد مفسوخ او حتى لا يعتبر عرفيا. لجأوا انها ذهبت وعملت الاقامه بتاعها، ثم عملوا في المحكمه بعد وكل الجرائد كتبت خطا ان هذا العقد عرفي، هو لم يكن عرفيا. طب استاذه وفاء شكرا على هذا التوضيح. والحقيقه طبعا مشاهدينا احنا هي المساله ليست خوضا في تفاصيل الحياه الخاصه، لانه القضية هنا ليست قضية حياة خاصة، ولكن هي قضية نهب منظم لأموال البنوك. والبعض بيتساءل هل أيضا الإنفاق على الفنانات وعلى الزيجات وعلى الشاليهات والفيلات هو جزء من هذا النهب؟ نلقاكم بعد هذا الفصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. مذبحة الزمالك، مذابح النهب المنظم لأموال البنوك. الحقيقة كان في نقطة تانية جديدة عايزين نتكلم فيها، وهي إحدى القضايا اللي أثيرت بعد مذبحة الزمالك، وهو ذلك الاقتناء الجنوني للأسلحة، وكأنه بعض رجال الأعمال بيحاول يستكمل سطوة المال. بعضهم تحول إلى ميليشيات أو عصابات مسلحة، وده بيخلينا فعلا بنتساءل هل هم تحولوا إلى دويلات داخل الدولة، وأين الأجهزة الأمنية، أين الحكومة، أين أجهزة الدولة؟ نشوف كده لما سألنا بعض الكتاب والصحفيين عن ده. بيتعامل مع السلاح كما يتعامل الجزار مع يعني سكاكين مختلفة، أنواع من السكاكين الطويلة والشواطير والسكاكين الصغيرة. فهو أولا يأخذ المسدس ثم يضرب يعني يطلق طلقتين على زوجته ويتركها تتألم وتتوجع وتعاني سكرات الموت 10 دقائق، ثم يتناول المدفع الرشاش فيفرغه فيها ويفرغه في الآخرين، ثم بعد يترك المدفع الرشاش ويأخذ المسدس. هو في حاجات مش طبيعيه البني ادم اللي يبقى ماشي كمان بالمسدس في جيبه على طول، ده رايح وجاي، ده يعني انسان خايف من الناس او خايف يعني حاسس بعدم الامان، والاحساس اللي بعدم الامان ده ممكن يخليك تشك في كل اللي حواليك. انا اظن ان في ظاهره في مصر تحتاج الوقف، يعني كميه السلاح اللي موجود بشكل فردي
ما يسمى خصخصة الأمن، يعني ها إن كل واحد عنده البودي جاردز بتوعه، عنده شركات أمن، عنده ناس دي ظاهرة خطرة وتسحب مظهر من مظاهر سيادة الدولة. الأمن لابد أن يظل شيء عام. معروف إن الحصول على سلاح لابد يستلزم الحصول على رخصة، ولابد أن تكون هناك أسباب قوية تسمح لشخص إنه يحمل السلاح. فده لم يكن بيحمل سلاح فقط، ده كان عنده ترسانة من الأسلحة ومدفع رشاش وبندقية ومسدس وأشكال مختلفة من السلاح، ولا أحد يعني يدري بيه ولا حد يسأله ليه، يعني إيه سبب هذا الاقتناء هذه الكمية من الأسلحة. وطبعا في نوع من التقصير من جانب